الكرام، مساء النور، مساء الافراح. كثيرين لاباس عليكم، اش اخباركم؟ عواشركم مبروكه. كثيرين شويه مع سيدنا رمضان. الحمد لله هو غادي، اللهم لك الحمد يا سبحان الله العظيم. 15 فيه دغيا دازت دغيا، سبحان الله العظيم. الله يكون معنا، الله يجعلها ان شاء الله ربي يتقبل منا الصيام، وتقبل منا ان شاء الله الدعاء، وتقبل منا ان شاء الله يا ربي التراويح وهادشي اللي كاين. المشاهدين ديالنا لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ غبرت عليكم واحد شويه، ولكن هاني رجعت ان شاء الله معكم. هاني رجعت، ما غاديش كنتوحشكم، واخا كنغبر دغيا دغيا كنرجع. جيت نتقاس معكم والله، حتى خلطت هذه، قلت علاش ما نشاركش مع المشاهدين ديالي هاد الحريشات هادو. عندي واحد حريشات هنايا ساهلين دغيا كيوجدوا، يعني فرمشت عين كما كنقولوا، حريشات بالحشو مالح. كاين الحريشات اللي كتعمروا بالحشو كيكون حلو، وكل سميتو حريشات اللي كيتعمروا بالحشو كيكون مالح، وكيجيو زوينين رائعين وساهلين، ما فيهم حتى شي مقادير بزاف، ولا يعني ساهلين. كما كتشوفوا معايا كنحتاج هنايا، انا درت نص كيلو ديال السميده وخليت منها شويه باش غادي نقرص. درت نص كيلو السميده هنايا، درت الملحه، درت معلقه صغيره ديال العسل، ما درتش السكر. ودرت هذا اللي كتشوفوا كحل، راه سميتو الزعتر، شديت الزعتر ودرت له بين يدي هكا مزيان، فرتتو حتى هو كيجي هائل. ودرت ثلاثه د المعالق ديال زيت الزيتون والماء. انا كيعجبني هكا، خص الحرشه تكون شويه مطلقه باش كتجي زوينه، كتجي خفيفه. وهذا صافي، هادشي اللي عندي هنايا، الماء الكافي على حساب نتوما. بغيتو ديروها قاصحه، بغيتو ديروها يعني خفيفه، هادشي اللي كاين. خلطت راه كما كتعرفوا كاملين الحرشه ما كتعلقش ولا كتدلك ولا شي حاجه، راه كنجمعوها غير بالصبيعات ديالنا صافي. ولا غادي نخليها على جنب باش غادي تشرب ليا السميده. بالنسبه للحشوه ديالنا راه سهله وبسيطه، بسيطه جدا. هنايا راني طيبتها وخلطت كلشي. عندي هنايا البصله، ثلاثه ديال البصلات عندي. سميتو عندي زيتون مقطع، زيتون اي زيتون، بغيتو ديروا الكحل، بغيتو ديروا هذاك البيض اللي بلا عظم اللي بغيتو صافي. شحرت ديك البصله مزيان مع زويته بلديه وزويته العاديه، درت ليها شويه ديال البزار صافي، وشويه ديال التحميره صافي. شحرتهم حتى شحرتهم في الاخر، درت شويه ديال المعدنوس مقطع، وزدت عليهم داك الزيتون المقطع كما قلت لكم صافي. حتى حيت الحشو ديالي فوق البوطه، ديك البصله حيتها فوق البوطه. عاد درت علبه ديال الطون، علبه ديال الطون ايزابيل كبيره، درتها بطبيعه الحال كنحيد من هذاك الزيت، حيت من هذاك الزيت مزيان صفيتها ودرتها هنايا. ومهم حركت كلشي، وها هو هاد الخليط هو عندي واجد. دابا ان شاء الله غادي نتسنى شويه على ما تشرب لي هاد السميده هادي، وغادي نقرصوها نوريكم كيفاش غنقرصوها. راه ساهله، يعني كيتوجدوا دغيا هاد الحريشات، وما فيهمش يعني شي مقادير بزاف ولا هادي. هانتوما بقاو معايا باش تشوفوا كيفاش غايجيو هاد الحريشات ان شاء الله يا ربي. هانتوما المشاهدين ديالي، راني سخنت المقله ودهنتها بشويه ديال الزيت، غير درت هذا الراس ديال الشتا في الزيت غير شويه، وراني درتها، راني عمرت هذه، ولكن غادي نعاود معكم وحده. راني عمرتها هانتوما، بسم الله، كنزيد نقرصها شويه هنا. نتوما اللي بغيتو، انا كتعجبني الحرشه تكون شويه رقيقه، ما تكونش غليظه بزاف. نعاود نعمر معكم وحده، بسم الله، نعاود نعمرها. ممكن دهنوا يديكم بالزيت، ما ممكن بلا ما تدهنوا، راه ساهله. هانتوما كتشوفوا معايا صافي. غادي ناخذ الحشو ديالنا نديروه بحال هكا، هانتوما راه ساهله. ماشي واخا تجيكم العجينه جاريه ما تخافوش منها، هانتوما كتجمع دغيا، ها دغيا كتجمع، ها دغيا هكا هكا هكا، وكتجمع هاك ها صافي. دابا غادي نقرصها في الصينيه باش ندير لها السميده صافي، ما عندها حتى شي حاجه. كنتمنى يكون بان لكم التصوير. هانتوما ها شوفوا معايا، دابا غادي ندير لها هذا السميده ديالها باش نهزها ونقرصها تمايا.
ان شاء الله. راه ساهله بسيطه هاد الحريشات هادو، ودغيا كيوجدوا كيجيو رائعين، كيجيو غزالين الصراحه. صافي ان شاء الله غادي نهزها، نهزها غير بشويه. راه واخا تشوفوا العجينه جاريه ما تخافوش منها نهائيا. ها انتما حتى لهنا، حيت كما قلت لكم العجينه سميتو مطلوقه، حتى لهنا عاد كنقرصها. صافي غادي نستمر بهاد الكيفيه هذه حتى نسالي الحرشات ديالنا اللي عندنا. راه كيجيو غزالين، كنتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. وكنتمنى البنات اللي جربت شي وصفه من الوصفات ديالي، يعني من هذا، تحاول ترد عليا في التعليق تقول لي واش نجحت ليها او لا ما نجحتش. شكرا لكم. المهم غادي نكمل كما قلت لكم الحرشه ديالي ان شاء الله، وهنا معكم. بس غير نقول لكم المشاهدات ديالي بالنسبه للتقراص، ملي تكونوا كتقرصوا حاولوا تبقاو ديروا بحال هكا، يعني بحال غادي تجمعوا لها الجناب، فهمتوا؟ كما قلت لكم حيت العجينه مرخوفه عاد تهزوها باش تهز لكم بحال هكا، فهمتوما؟ وكديروها ها وتقرصها هنا نيت في المحله، باش ما تبقاش الا قرصناها هنايا تبغي تهزها غادي تقدر تحل لك وتخرج لك الحشوه، تقدر يعني شحال من حاجه. صافي انا غادي نستمر نزيد وحده اخرى هنايا، وهنا معكم. كما قلت لكم هاد المعقيله صراحه زوينه، والله زوينه صراحه كتنفع. بلا ما نطول عليكم لا فيديو الغزالات ديالي، نكمل هاد الشيء هذا ونرجع معكم. ها انتما الغزالات ديالي، الحريشات ديالنا راه كيطيبوا، ها انتما راه تبارك الله. شوفوا باقي غادي تزيد شي شويه، انتما راه كيجيو زوينين، كيجيو هائلين. هما هنا انتما كيجيو زوينين الصراحه، والله كنتمنى تجربوهم ينالوا الاعجاب ديالكم ان شاء الله يا ربي. بقات لي هادي، بقات لي وحده اخرى ان شاء الله وصافي. وهادشي اللي كاين، الحريره راه درتها، درت واحد المعقيله غير ديال الشطون، ما صراحه ما بغيتش نقليه، درت له بحال الشكل ديال الفران، درت له فرشت له غير البصيله ودرته هو من الفوق. قبل بعدا ما نديرو هو غسلته ودرت له رقدته في الحامض وشويه ديال الملحه، صافي. المهم فرشت ديك البصله في المحله وستفت عليها داك الشطون، درت عاود البصيله من الفوق واحد المطيشه غير صغيره هكا، صافي. ودرت له شويه ديال الكمون ودرت له شويه الزيت بلديه ودرته في المحله وخليته يطيب على خاطرو. جا هائل، جا غزال الصراحه، جا زوين. دابا نعاود نشاركو ان شاء الله معكم. هانتوما بغيت غير نوريكم ديك المحيله ديال اللي قلت لكم اللي درت بالشطون، بلاتي نوريها لكم من حيت القطايه. هانتوما هادشي كيجي واعرين، لا يدام لا زيت لا حسن داك الحليب الصراحه، جهائل. واحد الريحه الصراحه واخا مازال ما ذقتش، ولكن الريحه ديالتو غزاله غير بالكمون والملحه والزيت بلديه لا اكثر ولا اقل. حبيباتي ممكن ديروهم كبار، ممكن ديرو غير وحده. انتما شوفوا هذه راه جاتني شويه كبيره، يعني نرد لكم على اللور باش تشوفوها، يعني جاتني شويه كبيره على قوتها هادو. من الاحسن حاولوا تقرصوهم باش يجيوكم خفافين ويجيو طايبين مزيان من الداخل، باش ما يجيوش غلاضين ان شاء الله يا ربي. هانتوما الغزالات ديالي، جات الحرشه ديالنا جات هائله الصراحه، كنتمنى يا ربي تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. وبالاخص هذا الحشو هذا جا رائع الصراحه، رائع رائع جدا. راه نسيت سمحوا لي غزالات ديالي، راني نسيت ما قلت لكمش، ما ذكرتش ثلاثه ديال الفرماجات العاديين، فرماج المثلث. درت ثلاثه ديال الفرماجات في داك الحشو باش كيعطيني داك داك لوكو ديال الفرماج عاوتاني، وديك التعليكه ديالو كتجي زوينه، كتجي هائله بصراحه. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو وتعجبكم الحريشه،
هانتوما غادي نقسم معاكم. هانتوما الغزالات ديالي، شوفوا راني حليت معاكم وحيده، شوفوا والله الا جاوا رائعين. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم، جاوا هائلين. كنتمنى ما تبخلوش علينا بالتعاليق، وما تبخلوش علينا باللايك وبالبارطاج ديال لاشين ديالي مع الاهل ديالكم والاصدقاء. كنشكركم بزاف بزاف المشاهدين ديالي، والله يجعل سيدي ربي يرفع عنا هذا الوباء، وشكرا لكم. كنعاود نشكركم بزاف، كنقول لكم ما تبخلوش علينا باللايك وبالبارطاج ديال لاشين ديالي وهذا الشيء اللي كاين. ومهم السلام عليكم.